السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الوطنية، أهلا بكم إلى حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ضيف وقضية. اشتهر كرياضي ميكانيكي، لكن بين عشية وضحاها دخل عالم السياسة وكون علاقات مع كل من له علاقة بالسياسة، حتى أصبح من أقرب المقربين للرئيس محمد بن عبد العزيز. لكن علاقته بأشخاص من قادة الدولة العميقة، ومعرفته بما يدور داخل مطبخ الاستخبارات، جعلتاه قبلة لكل شخص، وأصبح اسمه على كل لسان. إنه الأسطورة والدادي والمما، فرحبوا معي به. أهلا بك ضيفي الكريم. بداية أشكركم على قبول الدعوة. من هو والدادي والمما؟ هل هو رجل استخبارات أم شيخ روحي أم رياضي أم تاجر أم صحفي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أيضا على المبالغة في التقديم، ولو كانت من منظور عين الرضا. أشكرك على كل حال، وأشكرك على تصنيف يعني من أقرب المقربين للرئيس، وقابلها بعد ولو تعود ما يحب بعد قابلها. وأنا لا ودادي للمؤمن، رياضي المعروف من أسرة معروفة في موريتانيا، وأظن أنا خيرنا نربح وقت البرنامج من التعريف بها. وشهرتي إلى الرياضة الميكانيكية، شققت عصا الطاعة على المدرسة والإرث التقليدي للأسرة، وامتهنت مهنة ما قد حد عدلها السابقي، سمعت من الأسرة، ولي الرياضة الميكانيكية، وكانت مطية على كل حال، طيتها إلى مآرب أخرى، بعضها عن قصد وبعضها تلقائي، سمعت منها الشهرة ما هي تلقائية، هذا الخباز يكون مشهورا، ونانا توباك مشهورة، ومانجستو هيلي مريم مشهور، والشهرة على كل حال حسب نبالة، على كل حال ما تتسامى نوعية الشهرة في نموذجية الشهرة. والحمد لله يعني شهرتي لا حد يختار يشكرني، قال فخرني يقول لي مولتي ارتالة ما غير مولي من يتعرب هو الرياضة الميكانيكية والفيافي، لكن مولي زين عندي ما في شيء، سمعت ما في شيء. هل أنا استخباراتي قاع ما تصح؟ اللي أنها ما تصح به اللي قاع. البعض يتهمكم بذلك. بعضه؟ هناك شيء من الخلق يقول عنكم استخباراتي. هذا لا، نحن نعطيهم الآفية الموريتاني، الله الموريتاني. أنا نعطيك مثال، ميت أوت سيركيلاسيون. عندك كوتا فارها ما هو معلوم، كل حديد يدعي كفار. يقعدوا فراتك زيني لا اللي عرضت عليه مقايضة انه يقلع عنك يقلع عنه، سمعت فار، ولا كلنا نحن من يجبر الاخر في وضعيه معينه يتلي عدلها مبررات، علاش انت عندك علاقات مع الوزير الاول، علاش عندك علاقات مع الامين العام رئاسة الجمهوريه، معناها هناك استخبارات، بينما العلاقات قد تبنى وتؤسس على امور انبر من ذاك. من يعود الوقوف مع موريتانيا في المحافل الدولية والوقوف مع موريتانيا في أمنها الداخلية والخارجية يعتبر استخباراتا. وهنا أضيف أن هناك استخبارات اللي هو لبد ما نعرف قاع من أهليه، متذكر أنه حد من أهلي يا غير ماني عارف فرق باللي إذا ماني مستحضرة من هو هذا بعد حق معكم تنفوا الاتهام بعد عني. أنا بعد عني قلت لك إذا ما بلين تخطوا الاستخبارات عنكم، إذا استخباراتي بعد صوراتي ما هم طيبات بيدي تقني ما نعرف نعليهم سيد ما نعرف نعليهم. شيخ روحي شيخ روحي لا ما لا أقول حال سبيحي وطرحته عنك تحت بيدي كان معمر لبنتي يا غير مولي ماني شيخ روحي ماني مثلا قد ما هي بعد زاحل علي سمعت البعض يقول لكم انكم من اكبر الحجابه اللي عدوك بعد الماس ساريه في ايدهم الحكمه والله يعني ماني حجاب كبار راني انت شي حجاب وانا ما طالما يطرح مشكله مستعد رياضي تاجر ام تاجر رياضي شفت انا قاعد انا عندي شركه محترمه على الاقل محترمه في التزاماتها سمعت وخصوصا ماني عايش فيها انا عايش في علاقاتي بعد عايش في شينغال استثمار العلاقات الاستثمار الايجابي للعلاقات الاجتماعيه فهمت اني من عدل بك انت علاقه
ستدوم وتدوم وتدوم، ولن أكون أول من سيفرط في ذيك العلاقة لك. جيد، ملخص هذا السؤال. هو اختصاصي. ودادي من هو؟ ودادي أنا ما نعرف السؤال، ما يعرف قصدك بشن. أنا لا ودادي ولا محمد بوي ولا مامور شامل تقول الله أخوالي الشيخ من عيني ورسيده ولا ما لا أخرت. في إحدى مقابلاتك التلفزيونية قلت كلمة تحمل في طياتها الكثير، وهي موريتانيا جادة عليا. قلت موريتانيا جادة عليا، هل ما زالت كذلك في ظل ما يراه البعض من تردي في السياسة وافتقار للوطن والمواطن؟ شوف أنا داخل آخر ذراع نعدلها وما زالت شندارية شو ليها العالم الوطني. من يوم سجلت دولة مجاورة الدراعة والطبل والتدينيت واردين كتراث كإرث تراثي لها، التي جل عني فورمي ما هي زين الكوستيم وكثير الأسفار بالدراعة أتندل إيها العالم الوطني للترابط بين الثقافة العربية الحسانية والسياسة والعالم والكمولكية بعد به اللي موريتاني نين تنقل عنها الدراعة والطبل والتدينيت واردين وكار البتيت إلى البتيت أو ذا قاع اللي هم كمؤسسة ثقافية ما تلقباله، وهذا رأوا نفسه عند المكونات الاجتماعية الأخرى اللي مو بعد الوظف والصوني كوت بولار غير ما تسمي غير نفس الثقافة. إذا عني لكن هل عموري ثاني ما زالت نعم ستظل قائمة. لماذا قاع يعني عن ما يقول البعض كيف قلت لكم عن فهم تردي في السياسة وفهم افتقار الوطن والمواطن؟ تردي في السياسة تقولها ليش؟ ما زاد السياسة مع أهم بذبذبات السياسة عن ما هي ساكنة على المعارضة، ما هي قابلة تطوع مثلا تعدل ذاك يلا والأغلبية هي زاد شد وجد من المعارضة. معارضة فيها النواب وفيها الشيوخ ويقبوا من ميزانية الشعب خلاصهم ولا تولف فورمة وتجديدة ما سبقوا فيها، ومع هذا ما هم معترفين بالنظام، وهذا فيه نشي من التناقض. سمعت أنا نشرب ماء مجيفة ولا نوكل الحمها، هذا في شيء من التناقض. وفهم جندة أنا ماني فاهمها بهذه بدأت فيها الناس من زمن الكادحين ومن زمن ويونون ومن زمن يحيى الحرمة والعالي جاي معتهم ندر ومؤتمر ألاك بدأت فيها شيء من الكولة تعدلها، وأنا منين نتكلم فيها الداخل من باب التجربة. إلا أني ظاهر لي عن النظام اليوم إلى عاد يدعو للحوار وتاكل ولا يتكوشن كبار مضبطه من عميده الموريتانيا مراكايزهم. عن الله اللي عنه جدي في شيء والحوار مولانا قال امرهم شورى بينهم. منين يعود رجع جدي في الامور ما يجد ابدا يمتنع عن الحوار، لانك ما تمتنع عن الحوار معناها انك ممتنع عن المصالحه وممتنع عن التفاهم وممتنع عن ان تبقى موريتانيا، أن يبقى السجاد الموريتاني مسبول على الأرضية. جيد جيد، ما هي مطبية لكم بن موريتاني ما زالت جادة عليكم في ظل ما يقول البعض؟ نعم جيد. في مقابلة أيضا سابقة لكم قلت بأنه لعبد العزيز لم يطلب منكم شخصيا ولا من أي شيخ بين قوسين أنه حجب له زاد. لكن شوف. لدي تكمل السؤال، لدي معلومات مؤكدة بأنه طلب الحجاب من الشيخ عبد الرحمن والحكومة للشيخ سيدي رحمة الله عليه ملقب الحكومة أنا ذاك بل وترجاه خير زبان. ما هو رأيك؟ ذاك اللي شركه أنا لا أنا ذاك تكلمت عن الشيخ مناطق الشمالية وخصوصا عن ما يقدر يعد شيء معي الأسرة اللي كان أنا ذاك الأنوار متوجهة خصوصا في الخلفية الروحانية شرع الشيخ والأمم به اللي طيب الله ذراه ذيك الساعة كان حي. أنا بعد ما علمت ذيك الساعة ولا عبد العزيز الطلب الحجاب من حد إلى عاد قاسر الشيخ سيدية ما خالك حد حجب منهم، لا خالك حد يسهل فيد والإجابة منهم وقد لا يطلبهم حجبون وقد يقود ولا عدلوا هو قايل لكنهم إلى عاد وحجبون أنهم حجابة بعد بين انتصار نصر عجيب وغريب، والعادم اللي تكل عليهم ودارهم ظاهر ودار مادة مضبوطة وتكل قد تكل عليها هذوك اللي هوك بعد البوابة الشمالية. مع أني كنت معاه في الحملة 2009 كنا في فندق البعامات وقب تحولنا شوار بلو لليفادو وقب نكسنا الخايمة طينا فيها ريالي، كنت دائما عمارة الخايمة كنت دائما لا على اتصال به ما ظاهر لي عنه أخلاقيا. والعبد العزيز نتيجة العين عرف في طنتون عرف
لكن ما فاطن المعارضة فيه، أنا فاطن له فيه. نعرف أن الإنسان فاطين وحاذق ما يقدر يعود مع أحد من الأسرة، يروح عليه ويمسد حمله وداير بيها لان وصرته وداير بيها لان وجاد عليا عن الأجندة المقدم عنها حق عنده، وعنده باش يعدلها. عبد العزيز ذاك عنده باش يعدل، لكن يبقى يعدل هو ولي وجهه، لكن يبقى يعدل يغل مين تعدله، لكن الالتزام يدور يوفى به. ومشيت مع هذيك الساعة هذيك الأجندة، وإذا ورك حال ما سينو على الرغم من المطبات وعلى الرغم من اللي باتون ذهن ليلو هذه العصافة هذا كامل، على الرغم من المعدل نعرف عنه ما زال حتى إشعار جديد جيد. أنا مقتنع به، ما زلت مقتنع بأ مقتنع بالعجلة، ما قلت برم بالعجلة قاعد ما ولي قبل حد. قضيت 27 عام تمارس الرياضة الميكانيكية، ما استفدت من تلك التجربة أو التجربة إن صح التعبير؟ هذيك التجربة استفدت منها أولا عني وحالت الشيء كان في بدايته سخرية، محط سخرية من الناس، وكنت ملزم في إطار نخوة شخصية. كنت أول مرة قاعد نوع من الرياضة تمارس في موريتانيا. اشتغل عدة مقابلات تلفزيونية من 86 مع كوليبالي سليمان رحمة الله عليه، بدأتك ساعة مع شيخ الحبيب والشيخ باي والشيخاني. بدأت بمعنى يعني اللي تسولني عنه لا دخيل لي السياسة، أنا بدأت ذيك الساعة الرياضة الميكانيكية وكنت ملزم ولو ما هو أخلاقيا ولو قلت لك من نخوة شخصية عني أثبت عني هذا اللي حلت فيه نقدر نمشي به من شور ويوات اللي كان معروف عن حد بتيرتار تقول الناس ويو وأنه متوشوش. كنت مشيت به إلين وسلمتها في الذهنية الاجتماعية العامة للتصور الموريتاني عنها مهنة مشرفة يقدموا لها إلى وفمنها وطرحها يعود يفاصل الموماية ويفاصل بتيت السات وبتيت ويثامنوا ويعود مثلا يقد يخلط ما بين الشخصية المقبولة فاتت قبلت وما بين الشخصية الدخيلة اللي هي اللي كانت تمولي مصنفة عنها ما هي مارقش. سمعت خصوصا أنا يعني واحد مهلة طه وباتنا كانوا عندهم الرلات في الليل في النهار يمشوا بالفصة شور الدشرة وفي الليل يروحوا بالحموم بورو، وكانت ثقافة الدراجة ما هي دخيلة علي حتى. قال أنا وصفي من أسرة مشايخ وأسرة تصوفية وسيلة ما ذلك، وراني قال لك عني ما لا أفرط في هذا الإرث وأعتز به جدا. سمعت لأنه مبني على على على, على الحنكة العفوية الطيبة فهمت، وعلى أسس أظنها أسس إن تمعن المرء نعم. بها لا يراها إلا أسس سليمة. هذه التجربة عنكم أخلاقتوا عنكم مثلا قديتوا تجدوا على الشعب الموريتاني بالرياضة الميكانيكية قد كل حد يمارس. أنا قد حد يؤدي لبس الباس مبرقط ويظل يرصف وفي الليل يروح العيال ومضبوط ومحترم مات وبرعيه في المجتمع جيد. هل صحيح أن شيخنا الشيخ علي مهمة رحمة الله عليه ضمن لك أن لا تموت بسبب الحديد؟ معنى ذلك بالحسانية أنه قال لك أنه ضامن لك أن ما تعود سبتكم لحديد، هل هذا صحيح؟ في بعض من الإسراف في النقل. شيخنا علي الشيخ المهمة ولي مولي الله وله حق الأولوية، لكلامه حق الأولوية الياسن ذلين قال الأخر. أنا حالا قاعد معك دائرة وعندي أحراس معدلهم للشيخنا للشيخ وعندي واحدين معدلهم لمحمد ويا وأؤمن بمضمونهم سمعت به اللي يعدلوا قدامي بسماء الله الحسنى وبالقرآن الكريم سمعت وبالكرسي والمعوذات وإلى ما ذلك من 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 هاماتي الحفظ ومات وشي صالح سمعت. نعرف عنه قط مرة لح ولي هرواقيش إني نوفه من ركوب الدراجات النارية وقال لهم عنهم لا هم يخلوهم عنه وأنا يخلوه يعدل نبقي، وذلك فيه نوع من التضمين في الإذن على الأقل فهمت في الإذن والدعم. قال لا تخلوا تحدوا قال لهم لا أنتم أسكم ونهم وخلوا عنكم. فأولت الناس ياسم التاويل هذا الكلام تداول طرحته لكم بالتداول الناس كاملة تقولها ما قد قالها لي هو كامل ترعي في كامل يخضع لإرادة الله تبارك وتعالى. سمعت وحنا مسلمين للقدر
خيره وشره. سمعت ونؤمن به إيمانا مطلقا ما بدون إشابة. سمعت نعرف عن 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 أولياء الله عندهم مكانة معينة وعنها ما تعتمد على لون ولا جنس ولا جنسية ولا أصل. سمعت شيء منه شيء هيبة يعطيها مولانا. جيد. ونعرف عن 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 الخضر عليه السلام عبدا من عبادنا صالحا. نعرف أن موسى عليه السلام كريم الله وأحد أولي العزم من الرسل ونبي وبني ورسول بني إسرائيل نبي بني إسرائيل وصاحب العصا وكريم الله وعنده شيء من المراتب في الهرم في الهرم في الهرم السلطوي الروحاني ما يتحدث من هو. نعرف عنه ملدي إنهم بلغ ما بلغ من 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 التحكم والإمعان في الله تبارك وتعالى أنهم اللي جرى بينه هذا الأمر الله تبارك وتعالى في ملتقى النهرين ذيك الصخرة اللي ذاك اللي عليها ما فما مشغول لنا أخباره ما هو عبدا من عبادنا صالحا هو بعد هو بعد نعقب حجب عما موسى ما أتيح له هو فلقى عن عبيد الله الصالحين قوس مفتوح ما معروف تكميمه يعود في منين يا غير قوس مفتوح. وأنا على كل حال كيف قلت لك كيف قلت لك عن الشيخ سيدي يار نفعنا الله ببركتهم الصالحين كاملين دايرهم على الزر محصن نفسي منهم تو ما هو قاعد شوفه. سؤال غير منفصل من السؤال الاول هل كان الحجاب دور في نجوميتي؟ حجاب دور تعود امي كانت مرق عني الصدق والدور تعود كانت تسحمني بول السبت ما حق انا ودور عود والدي كان يسعي القران بعد ونظن اذان امي ما عاونتهم شيء من ذا كامل يدي ما شوف رمارك شاحه ما خطم فوق اشوف اقرا دير ما رقت وخال من تحت سني سابق اطرحهم. سمعت وكانت لي علاقات وطيده مع عزرائيل نقولها لك انا معناته ولا هو اللي ما جبال ذنته نقولها لك انا هيك هي لقطه. سيد يعني مع انكم مثلتم البلد في المحافل الدوليه لم تحظوا باي ما حظيتوا باي وسام. ما السبب في ذلك؟ وسام تشريفي هون والله تشريفي والله شوف قد قلته في اظن الوطنيه والله الساحل الوطنيه عندي يعني قد قلته في الوطنيه قلت مع الاخ اللي كان هون ابراهيم مات شاب طيب قلت عن استئت شوي اكسا لا مين قد التلفاز عام الاول هما برانتو هاتي وديكورا وهم مات واحد قطع عدل فيلم ديكورا واحد قطع عدل ديكورا وحسيت شوي بشي من التنكر الرسمي تجاهي فعلا ظلمتني اخلاقي اللي مقابله كانت قريب من الاستقلال ظلمتني اخلاقي شوي وقلت له الكلام قلت عني ابدا ما قط ديكوريت وابدا ما قط وشحت وعن برانتواتي وشحوا عنهم يجيبوا تايل حامي يوقفوا الباب بالشور بعد وحملت ذاك فيه الدوله كامله هذا فعلا قلته ظهرك قد يقول ما هو حديث الساعة لأنه هذا ما هو موسمه ولأني بعد يعني دور حد يعني أنا كافي من التوشيح مفتوح يدعو قناة مميزة ومنبر مميز كهذا المنبر والصحفي كيف تاك أنت يذكروني يستضافوني هذا الحديات والتوشيح التوشيح وانتم قلتوا معكم فاهمين التوشيح وثقة أنا أعتز بها جدا ولو انت ما تعرفني ما جيت لكن طلبك سيدي انا اعتز بقبول الدعوه كما قلت في البدايه اني اعتز بقبول دعوتكم للبرنامج. سيد هل تقيتم دعما من طرف الدوله او رجال الاعمال في الفتره التي مارستم فيها الرياضه الميكانيكيه؟ اكسا رجال الاعمال لا من ذاك الاشبار حد مطابق جاد الدين تواحد فيه يدعمك يجيب لك شيء الى كبر لو 30 والله 40,000 ولا عاد عنده الشركة يعطيك 40 ولا 50 وإذا ما طاير ومتباعد مات. والرياضة الميكانيك هي رياضة مكلفة جدا ومكلفة مولي تمام ولاهي من البساطة شاك الناس مولاها معرض للتلف معرض للموت معرض للشلل معرض لكل شيء مات. وكذلك إني أنا الشيباني قال الحمد لله ما عدت عندي دار ولا ديار ما هو ينفيت من الرياضة الميكانيكية لأنها مصاريف بئر لا قاع له فهمت ما في ذلك ساعة في التسعينات شريت لي سنيم دراجة نارية وضحكني ساعة المدير العام اللي جيته والهيين وقلت له سعرها خرو موتس وانا ضحكني ما يعرفوا زمان وتعرف يعرف الله اسعار اللنقات وجاهد مجحف شوي اقول الاخير تولى وقعهم قلت لهم يشروا يموتوا هي دراجه الساعه مكلفه لا تعود والله دراجات الناريه هذه اللي وعدوا بها الراليات
وعرمنا المثل الأعلى عندكم هو اللي قالوا في بيت هاتوا عرمن 27 عام اجبرت دراجة فقط من دعم الدولة ومن دعم رجال الأعمال. عاقبة لا قد سيد قط واحد طاني بي شنو الصعوبات ضيفي الكريم اللي تلقيتها في تلك التجربة؟ صعوبات مع ان مثلا ما فهم دعم من الدوله ولا رجال الاعمال. شو انا قط مشيت من هون رافد ترسال الين كوتونو الين كوتونو رديت حادثه الوطنيه ومن جيت الكوتونو وقفنا هنا بدء السباق لين قال كوكوتومي لبنيه البنين منين جينا فهم تاني بدء السباق مشات الناس كامله وبقيت انا واقف ترسالتي خسرت فهمت. هذا نوع من الصعوبات. قبل على لي واحد جاء الله وخارا بيضاني قالوا احمد فاول عبد الله وفي ذكارين قالوا احمد فال. قبل على لي في الشوطين الاخيرين دراجه ناريه عنده عدلت بها الاشواط كانوا مشرفين زين وعند الناس وعدلت فيهم اداء مميز جدا جيد. مثلت البلد انا ذاك تمزير طبعا البلد من خرص الصور اللي اعطيتك انا درت رايت موريتاني ياس من المحافل الدوليه رايت موريتاني في عده محافل عده محافل دوليه درت في فرنسا وفم على ما اعتقد المانيا والله ما خارق بلد ما لحقت هالو اسمعني ولا خارق بلد هو المهم ما هو انك تجي انت هو قدامي ولا الثاني ولا الثالث المهم ان تسمع دولتك بشيء ايجابي وتقلع صيغه وطابع البداوه عن دولتك ونعرف ان ما لنا الله لاباتيك فاتحين هوك وفاتحين هوك وعنا ما تفرشوا الكراطين كاملين عنا مده مضبوطه ما تشد العالم اخبارنا والبلد سابق السنوات اللي قبل الشريف تراعي فيه كان فاصل في ياسم التلميع كان فاصل في ياسم التعريف سمعت هذه حقائق جيد نعم هذه مثلا تعتقدوا من هذا التقصير في الدعم انذاك في دعمكم في مجال هذه الرياضه من ترى كانك تعتقد كان تقصير من الدوله والله مثلا عن الدوله مثلا ما يفهم اهميه هذه الرياضه وتمزيلها في العالم. شو انا قد دخلت على وزير راني نسميه ذرك شفت له دراسه عن مشاركه موريتانيا في رالي دولي كبير جبت له دراسه مكتمله هو المسؤول عن الرياضه خلص طرح الملف وقال لي ليش داخل داخلنا احنا منه؟ قلت له ما انا اعرف ما علمني به ولا ماني عارف قلت له انت ما عرفت ايش داخل منه انا مولي قلت له اعتذر سيد الوزير عني تبارك معاكم وراك نقريكم شيء معكم فاهمين جيد هذا مثال تو اعطيه واضح هذا قاعد مثلا هذا الجواب مثلا انه ما هم فاهمين مثلا اهميتها جيد بوصفك الرياضي الميكانيكي في البلاد كيف تقيم واقعها الان ايوه واقع الرياضه الميكانيكيه وواقع الرياضه بشكل عام نظرك شنو تقييمك؟ واقع موريتانيا ولا لا الرياضه حتى؟ الرياضه انت كل واقع عن الرياضه شوف الرياضه ان شاء الله واقعها مثلنا شيء شوف الرياضه موريتانيا بدأت تنحصر في الذهنية العامة لكرة القدم. عام 2008 مشيت عن الرياضة الميكانيكية ومشيت عن الاتحادية ومشيت عن ذاك كامل ودرك بدأت تنحصر الرياضة الوطنية في المفهوم العام على البالون. أعرف عنها جاوها اتحادية جاوها تركم ضبطة وبدت بعد تسد أخبارها شوف احنا ما نقدر نقبل كأس العالم اللي هي كرة القدم كرة القدم شوف احنا ما نقدر نقبل كأس العالم ما هو شيء غريب يعني تعود فهم إدارات قد الله يعني أنت الصين أنت الصين هذا تعرف كم عندهم اللاعب كرة قدم 34 مليون معلوماتك الخاصة 34 مليون عدد الفرق كرة القدم في الصين إذا بعد قالوا لي حد ما كانوا حد بعد حد من البالون بعد عنده داخله وداعمها قال لي عنهم عندهم 34 مليون هي يلي نومبر دي 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 فوتبولير شينوا معنى انك تلقى عمي تقبض النخبه من 34 مليون وتتهمك تدفع لك مع النخبه من مليونين مليون و950 منها ما يعد الرياضه لان هذا مستحيل لا 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 اللي اسمها لا فورميل ليكواسيون نتيجتها بديهيه فهمت المعادله نتيجتها بديهيه وبعد ولي ظهر لي انا بريزيل يعاو على بالون يرقدوا على بالون جيد مات معكم مثلا التطور في الرياضه حسب اللي قلت له نقول لك على المهم ما هو الفوز المهم المشاركه الدوليه وعن موريتانيا تعود تسمع تقلب قاع حد اسوى منه انداده
طيب مرة نقلبوا غامبي، مرة نقلبوا غينيا، مرة نقلبوا السنغال، كيف يخرجون في السنوات الأخيرة اللي قال الرئيس من نفسه، رئيس من نفسه أعطى أوامر عن تدعم الاتحادية، هذا مهم سيتريز امبورتان، وفيه نوع من يعطي جرعة وطنية. ديك الساعة هون زمان فوزنا على دول هون معناته، وجازفنا بحضور رئيس جمهورية كنا نقدر نقلبوا قدامه. منين انقلبنا بحضور رئيس جمهورية وحنا فزنا في بارون، أعطى هذا جرعة وطنية، أعطاه شيء في الشوارع، عمر قريات هون حاجة عمر قر، ومن عدو عبد العزيز سائر مقطال دادا خرجت جرعة وطنية مولي من الوطنية، ومرقت الناس في الشوارع عند هالرايات، دور كانت تنشاف في الشارع الكبير الزين لملام الأضواء، هو كلما خرجت ومن خارج الجيش الوطني عنده الصواريخ خرقت مولي شوية عيد الاستقلال الماضي، الماضي والسابق عيد أونس والله أونس عندي أنا يعني ساعة العرض العسكري 25 نوفمبر وعدل هون أعطاه مولي قريب من 10 أيام فم موجة موجة من 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 الاعتزاز تحس بها في المواطن، هذه هذه هذا الأساسي منه ما هو ما هو الفوز إلا المواطن زين عنده تركته عنهم عاتوا عندهم الكلاب البوليسية والصواريخ وأذنا آمنين جيد. شهدت تحولا في يوم معين وقررت أن تغادر عالم الرياضة، ما هو ذلك التحول؟ تحول تكلمت عنه في قنوات في شيء بيولوجي يعني أنا جسماني تيماتات ساند ذاك اللي بعد ما قوتي بعض عزوا بها أصبحت شيخا، قال الراجل وعليش الكبار ذي باخشاوين مررت به وحدي واخشى الرياحة والمطارة، وقال انه لا يستطيع رد رأس البعيري النفرة عن حد عنده حسن وما في زماني على المرء خشنه في زماني الرابعة ما يزين على أسواسيل، وأنا مولي العطاء كنت نعطي من والرياضة الميكانيكية مولي من 2008 عليها انفتحوا فيها ياسم المآرب والأمور اللي عدت فيها الصراعات مات، وأنا ما نحوص الله من عشاية فهمت أنا والمأس ومعدلو ما يعني درتوا في ايدي امينه. هل ترى بانكم امينه برطتوا في هذا مشيتوا عنه بدون يتقدم؟ انا قدمته ولحقت ما يقدر يلحق، ونهار مشيت الناس حاصرا حاجته بحاره اثنين مش في الرياضه الميكانيكيه، والتلفزيونات كاملات سابق عودها وخارجات متبرمات علينا، الوطنيات الثنتين تبرمات علينا، وشكلوا طعم وطني انا باناسيونال شكلوا، ومشيت عنها فيك وجه وجه بداية التطور وجه مشيت عنها في حالة صحية جيدة سمعت إلى عادوا ما زال ما نعرف أنا ما زلت عندي بها الصيدة إلى عادوا ما جبروا دعم في الدولة، والله أنا بعد ساعة مشيت الدولة تعطيها 3000 للسنة دعمتنا ب 25 فوقية للعائلة للشهر. جيد لنعود لوضعنا الحالي في البلد. يوم الخميس الماضي بدأت احتجاجات الحمالة وتم فض الاعتصام بالقوة من طرف الدرك الوطني بدلا من التفاوض كما جرت العادة، وكانت هناك أيضا مظاهرات لأصحاب السيارات ذلاتية العجلات مطالبين بالتخفيف فيما يدفعوا واللي يروه الحمالة وحملة الشهادة حملة الشهادات عندهم هو اسمه. جيد، هل ترى بأن هذا منصف في دولة تقولوا عنها مثلا عنها استعملت القوة احتجاج عنها؟ شوف اهل الوتات اهل تكرعين، انا جيتهم شوربه لهم طيت معهم قرابه ساعتين زمانيات وتكلمت مع بيت الله وراه ولا كطار مميز مدير لانا بيش تكلمت معه وكاله الوطنيه تشغيل الوطنيه تشغيل تكلمت معه في تليفون وقال لي القضيه طرحها على بطارينو ها والمسؤول من يقول له لحقت البطاريني معنا لا تطرح لي سؤال اخر لا تحرجوا سمعت ونعرف انه يدور اذن الزيف ذاك اللي يعدل ويا غير نعرف مولدي عن حد اعطى الحد بقره في الصيف وعلي يكون يابع عنها تعطيتني وتر وما نهار ما قد تقول يا عينك طعل فينيت بنفس فينيت 64000 والله نفسين نفس فينيت رمرك ما هو منصف والله عدوا لي الاربع الشايش والله خفوا لي. وقضيه الحماله كان دائما والعبد العزيز اعطي فيها لينا صان بيهلي هما تعرف خارج شي ما فهمتوا الناس هما الحمالة هذا هو بوابة الاقتصاد الوطني تعرف فيم اللي قالوا فيم بور هو بوابة مع العالم بأسره ولا يلتقى عتقود في المدة وأي خلل فيه ما يلتقى عتقود في المدة لا حمالة ولا محمول لها تقفلوا والدولة مو اللي مالتها تفتحوا بالقوة القوة ما تلات شعنها الزمن يا غرقا عن تشلك الدولة الدولانة
دائما نشوف من التصرفات ما نفل الشجاع لأذهم قاع محاولات الإطاحة أبو عبد العزيز ومحاولات التفكيك اللحمة الوطنية المعدة عليه من طرف القاعدة الشعبية والحمال مسيكنين إلى وعارة سيريا وعلى الدعليم إلى وعارة جلوريا وعلى الدعليم إلى وعارة قرتا وعلى الدعليم ومبورو غير مرفوض ودي مش فهم لا يعطي 50 سنة ما أعلم قاع عن مبورو عار ما يعرف الشوفة 14 مبوريه يعني عنهم هم اللي يعانوا في الأمرين يعانوا عنهم هم المظاهرين ما مرايين فضل في الحمولة ويعانوا هم اللي عنهم هم لا يعار عليهم في العويس وفي تام شكط وفي سيد ما الحل إذا برأيك الحل أن تبقى الدولة دائما تتبنى المواطن ويجب على الدولة أن تعتز على الدولة أنها تعتز بأنها هي الأم والأب والحاضنة مات. الأسد يعض أبناءه وشباله لكنه لا يمضغهم ويضربهم بمخالبه لكنه لا يشرعهم هذا حد أدفان والدولة هي الحاضنة الحافظة لزلاتنا أمور يا أخي أنا الحق تمد تبارك مع رئيس الجمهورية تقنعوا بعن جميع أنتريهات الديار موريتانيا وأشيات الديار ودقدقوا وداعوا عليهم كرواء كاملين هذا زرع العداوة لعبد العزيز مع قرابة 80,000 أسرة موريتانية في نواكشو هل يقود السؤال؟ تعرف عنك من تتخالف مع الشوراطي من قوم الطرق والطريق تقول يعمل كل عبد العزيز احنا مثلنا ما يونن دون الرئيس حق ولا كذا حتى الناس من كل دار واجهته هي الواجهة محفرة بدية مثلا قاعة لابد تعود متنفس للمدينة لابد يعود في المكان متنفس للمدينة هذا لا يقودني السؤال قضية هاو بلوكات اللي يدق وهي قضية البناية اللي في جانب المدرسة بوليس ذيك منين؟ مدرسة بوليس شو هل تظن هذا شيء شو لا نقول لك مسألة أنا ظلم شفت أنا لا نقول لك مسألة بالنسبة لي أنا والعبد العزيز حالا تبارك مع أحمد تشعر من تحته بهاللي أنا شفت أكل بوليس انقطع منها بالمقص كشاط طول مولانا وتبتنا فيه بناية كبيرة بنفس النمط المعماري وسناجها واحد هذا ولو الدولة باعت رجل أعمال وهي خرجت وانباع بالمناقصة ولو الدولة باعت رجل أعمال ما نقبله يبني فيه دار سياني هذا يدير فيه انباء ويدير فيه عمار ويدير فيه كسرة يا غال هذا يثير الشكوك ويثور الريبة واللي قنع به العبد العزيز ما يبقي اقتطاع الملعب الأولمبي واقتطاع كل بوليس والدقديق بلوكات قاع عراه مبرر يا غير إقناع رئيس الجمهورية بأنه يبيع المدارس ويدقدقها هي الدولة ما هي أسرة ما هي أسرة صغيرة ما تقدم كل عام السيارة من دقديق المدارس وبيعهم مدرسة قبلها يا غير أنا المدرسة عندي فيها من السبعينات من ذكريات عجيب وغريب وتعتبر أبها علمية وتعتبر صرح علميات وعود محترم دير في بلها إدارة البيطرة دير بلا إحدى الولايات اللي كلهم كارية الشمالية والجنوبية كارية دينهم فيها يا غير الدقديق هو بيعها مرة لمرأة زوج رجل أعمال ومرة لأسرة معروفة هذا إياك الدولة ترى من مليار قاعد مليار أموال خرجة واحدة والعبد العزيز والخليج والله كلمة من البنك مونديال جايب عشرات مليارات وأصبحنا على برأيكم لا البطانة هذا الشغل هذا البطانة التشت قل على التخلص من العبد العزيز جيد سيد انا كيت جعدنا لا تعدنا ثم انتي توحلنا ايه ثم اعتقال الصحفيين اعتقال الصحفيين مؤخرا صحفيين موريتانيين بدايه هل هي بدايه تكميم الافواه وهل ترى ان نجا الرئيس بدر حقا اطلق النار ايضا على احد رعاتهم ذلك شفت الصحافه شوف انا اقول لك مساله هذا تداول وسائل شوف رئيس موريتاني شوف خارج شيء ما هو خلاقي ما هو قاعد زين نحن والعبد العزيز ما حد من تركته وقف صحافة هيا أنا معك فيه غير مولي والعبد العزيز يا تركته إحنا مولياتنا نعطوهم شوي من الحصانة وشوي من التقدير هاو تركت رئيس ومنين فقد فردت كبده ماشي في مهمة نبيلة قاعد على بانكت على بانكت بيت عزيز بيت متواضع من الكسر ولاه في قرن وجيرانه فارقين كده ولا وقفت معه سكيريتي فما لاقيش ينظم تعاجين واستقبل موريتاني كاملين وعد نفس الشيء خوه ورا ولك خوه لما ثابت عنده بولو عد نفس الشيء خوه ولاقي بينهم شعريهم الراية الوطنية
ولا يقول معدل حداد وطني، ومن مات وزير في الحكومة أثناء ممارسة المهام عدل حداد وطني. القضية ما هي شخصية ولا هي عائلية، هي موريتاني ما تكون دار على ضاري حراية وشات الحكومة. محمد رحمة الله عليه ومحمد الأخر رحمة الله عليه، ما هذه أمور يرتم لي بدر لا والمحمد ولد الرئيس المتواضع. احنا راعي هون اولاد كولن نات ما معطين العافيه لحد الا عن واحد عند ابو كولن بدر ما له يقوم عماره مدفع ما هو قاصد هو فرص عليه اما راسه. احنا مستهدفين لياباتنا ما هم يسار على هذا. قالوا انه راعي بريء راعي دار والشرع قالوا احنا بدر قاع ما عندي به عنده البي بدر قاع عقليته ما شو بالله شو البقر قاع راعي لو واحد قاع يمشي يرعى ولا يرعى البدر شنو؟ بدر شاب متحضر وعنده قاع حضاره ذهنية متحضرة، ما هي قاعدة هني ترعات وسريح البقر وسريح البل، قاعد يمسوك على بدر. القضية لا تعود تنفيها. ما هي عاطية عندي المعنى، بي اللي نعرف عند بدر ونعرف الواحد فيه، قاعد ما هو عاطي عندي المعنى أولا، ولكن مولي بدر قاطع شبار مشكلة مع عمارة قايمة بالخطأ، فاهم؟ وواليه تلاشي شورة عمارة قاعد يجربوا ولا يخال محلاه، ما هو فويسد، يعني شكون فويسد بدر ما هو فويسد. ولكن مولي والعبد العزيز فقد ولو فرد كبده في مهمة نبيلة وحاز عليه ودار بل ولو مولي معنا عن تضحية مستمرة. جيد تضحية مستمرة. لو كان واحد من احنا ميت فيها خاله ما تطاب كرعه. جيد جيد. ما هناك شد وجذب بين الأغلبية أو المعارضة ووزراء الحكومة حول تعديل الدستور أو تعديل بعض من مواد الدستور تعطي صلاحية للرئيس أنه يترشح مأمورية ثالثة. يعني ما هو رأيك في هذا؟ هل شوف هل نكمل السؤال، هل يحق للوزير ان يعبر عن رأيه في البرلمان؟ وزير مو وزير العدل ابراهيم الدادة؟ نعم خير ماله قال على ان مثلا عن يارت عن الرئيس عن الحق عن الكلام سمعته وقال المنتدى ندد بهذه القضية وقال عن هذا ما هو احترام على المواطن. شنو رأيك بهذا؟ هل يحق شوف المنتدى واني قاعد بيهم لان متكوشن الرجال المطابقين قال ما في ترد فموته ويقول اسرك ما قالوا هذا مسميك المواطنين بقفير رفام الوتات واذا ما لنا قابين وتوخرهم بدي هذا ما عندنا لان نقول لك مثل ديغول منين جاء فرنسا بعد الحرب العالميه الثانيه قام بإلغاء الدستور ما عدلوا إلغى الدستور الفرنسي لأنه لا يتماشى مع مصلحة فرنسا. هذا لا تمسوقي خرص التاريخ جيد. أنا ما أقدر سوقي معناك تهذا قاعد له اسمع لك أنا ماني مع الشيء عن تغيير الدستور. أنا والعبد العزيز من تقعد سامع علي موريتاني تقفر عنه قاعد باب الدستور ويتم رئيسين تقعد من ديمي سوصان حتى هو رقا اسمع لها يقولها. أنا بعد دين أقول لك مسألة أنا قاعد معاك أنت وإهنا أعطيك لا احتساس الموريتانيين. قولي وين واحد قاعد نقدر نديره بر عبد العزيز نسرق له الصبح لا راعي نعطيك اللائحه حاله المعارضه عنده وحدين تقول عن عنده يعود رؤساء يا اخي الناس مع الزمن ومع تشبثهم بنفس الاهداف ومع طول الوقت ما تو يقدروا يقودوا لانهم عادوا محملين بتصفيه الحسابات ومحملين بالامور الشخصيه وعاد عندهم مآرب واهداف ما عندها علاقة بالوطن. لا يا أخي السياسي مترشح 92 ونفسه مترشح 2015 هم قايمين جيتهم ما هي واحد قايمين بخدمة المواطن حسب اللي يقولوا عن يزور يزور المواطن ويعبروا عن ذي اللي يعاني منه حسب قول المعارضة من يعدلها مزيان مزيان في ويتاتهم أيهم يعدلها مثلا هذا ما هو خلاف معهم بعد الله يقول معدلين هاي نقول لك خالق مد أنا ما يتكلم عنها ذيك اللي معدل أحزابهم وجيها الأوامر من تونس. جيد السؤال عودة للسؤال أستاذي ما تخطأوا السؤال قضية هذا قضية الدستور قضية الشد والجذب اللي بين الوزراء والمعارضة لا هنا فهمكم عكم قلتوا عن الدستور عنه قد وقية قلت عن الدستور ليس قرآن كريم وقلت عن دقول نيشة بعد الحرب العالمية الثانية أنه غير الدستور بشكل عام ما غيروا ألغى الدستور الفرنسي وتمت ديباجة وصياغة دستور فرنسي جديد يتماشى مع مصلحة المواطن والوطني الفرنسيين نفهموا القيلة وقال لك عن الدستور أنتم نواب ومشرعين لا تقبلوا يمتس هو لا يمس ولا أنتم جيد وأسوني الصامت عدة فعدكم ضد سيدي العبد الله مرة ضده مرة معاه مرة هذا كده إحنا لا إحنا الموريتاني جيد سؤال خلينا مقاطعين عندي سؤال تفضل عندك هل أنت موالي أو صفاق باللهجة المحلية؟
موالي ولا صفاك؟ أنا موالي. شفت الصفاك بعد قاع ميز بين هو والموالي، أنا قاع ماني يعني حتى. أنا طرحت سؤال منكم مثلا الحلقة شو أنا ماني بلا حدود وسمحت الله. أنا قاع حد لا يحد معايا، ما أنا ما نقبل يستقبلني. عيد مستقبلني. شوف شفت شفت واسمه شن قال الصفاك يتمراقد إلين يوعده النظام يحرك اضطراريم ويقوم يصفق. ما على قاعد قال النظام شنو؟ الموالي هو اللي كيف قلت لك انا قد يقعد في شاشه التلفزه ويقول عن ذا وعد الاستاد ما هو صالح والمدارس ما هو صالح وعن فمشي وقفير الحدود مع المغرب في التجاره ما هو صالح ومنع الوتات راه ولك اللي اقل ما خمس اكثر ما خمس سنوات ما هو صالح والعبد العزيز عنده 50,000 حامل شهاده كانوا ساهين عنه في قضيه كان الواحد يقبل نمر عن جداته ويبيعه ويجيب منه اربع وتات واحده تنكف واحده تخسر وثنتين يربح منهم دارك عادي يجيب وته واحده ويقعد في ظله وتعقب تاب الدمار وعقب تعود يبيع كيس عند سنقره والله احمد كارني هذا هذا ما هذا يا الناس تخمم فيه ويا عبد العزيز ويا النظام يعرف عن اربع وتات كلهم خارصه على 500,000 الدوله اخير وته واحده خارصه على 900 وعن مولي اسمعني وعن احنا مولي اضعف مليون عنده لابد من وتات الكترونيك هذا شوف شوف فمشي عندي فم زيد ماني باغي زيد انتم موالي انا موالي حق صفاق على صحابي صفيق احد انا كنت صفاق عندك ما قالت ايمان وزير والله ما اعرف زيد ما هو رايكم في ظهور صوره رئيس الجمهوريه في بطاقات الانتساب للحزب الحاكم وما هي الدلائل في ذلك وهل عبد العزيز عفوا وهل لعبد العزيز دور في القضيه؟ سؤال عبد العزيز جا نواليبه لان هرات معدل في حافل الاستقلال الحق كل بانو الحزب الحاكم اللي وصفوا لعبد العزيز وانفقع وبات في الليل يشطروا باتوا في الليل يشطروا به الليل اسراف في الترميع ما يبقي وبيجي يعرف عنه يضر وقال ديك الساعه في جماعه بالتلالزه قالوا حد من الكلام قال لك ما يبقي قط مره في هدره قال حد قال لك ما يبقي الشكر المسرف ما يبقي والتلميع المسرف ما يبقي وديران وصف بطاقات الناخب والله بطاقات الانتساء والله في بطاقات الزرق ما يعد حد صديق يقد يعدلوا عن حسن نيه اللي نقول لك انا عنه اكثر مضره حتى لو عبد العزيز الا حتى قنع الصبح اللي ما رقنا تاع طرفين فيها وصفه والداد ما قد تقدم عليها بس كيف المولد بيه يعني كان مو هاي خلقت قنوع حد منه تعود قلت لك قنوع حد منه تعود تغطر في عليه الصبح قلت لك انا ما حقه قلت لك مثل الى قنع الصبح انه مراك تغطر في عليه وصفه وكيم وبوتو سيسيق كوكم بينغ وزابينغ معانا القضية ما يتحرك انت موبوتو ما له دار وصافه عليه بانيات الكوريات كاملة تشيزات له ما عاد كل واحد يتبارم له تحرقه كان ديرته على مضض خارج شمل الامور خير لا يخلو عبد العزيز استراتيجيته في نفسه زينه التواضع والتماهي والمشي مع المواطن والتصناتلو ذاك صالح ذاك الاخر مبارك معاه وعدلو ما يلتو يقبلو زيد خصوصا على رقعت قلنا القوميه نعم زيد ماذا تقول في رفع شعار الاسلام السياسي حسب قول البعض في دوله مسلمه بالكامل وما علاقه الاخوان في موريتانيا بالصوفيه؟ بالصوفيه شوف أنا شفت في دولة يشهد فيها الصحفي والضيف أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والمخرج ونتفق في أسس الإسلام ما ظاهر لي عن هو حضر كيف ديكليماتيزارات شغل الروس لا يبيعهم ما خالف حد مهتم منه رزية وحد رفد واسمه شوفاجات وعدين بيقة الأحواش ما خارج حد مهتم منه رازية فهمت حد مولي الإسلام يدعو تعددوا فتوحات إسلامية في المسلمين لابد تعدلوا دي موديفيكاسيون تعديلات تعديلات أول يعود الرئيس تقول له الزنديق ويعود رئيس البرلمان تقول له الفاسق تدير عليهم الصبغة تقول تكفرهم بيها والله تجرمهم بيها لتبيح ما يلج في صدرك لتبيح من خيالك حمل الإسلام ضد من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهمت؟ أنا ضده تماما أنا ضده بالنسبة لي أنا الإسلام سياسة في حد ذاته وشريعة محكمة
جيد. محكمة المقاييس جيد. الوقت مات لمنو ياسر المخرج. طيب برأيك هل يؤثر الصراع كما تعتقد الذي بينه والمحم والمحمد رقث والحمين سلبا في المناخ السياسي والحدمين والحدمين؟ نعم. الصراع بين والحدمين والمحم هل يؤثر بالصراع على المناخ السياسي؟ والحدمين والمحم والحدمين والحدمين والمحم والمولاي احمد اغلب محمد اغلب بينهم صراع حسب يقول البعض. شوف هذا سميت راه كايز نظام العزيز نتانات باختصار لان الوقت ما تلمس. ايوا شو تسوني خلينا نجاوبك جيد. وقت لا ونوكل وقت اخر شيء اخر. شوف هذا الكلام اللي سولتني عنه لابد تنسلك منه لابد تصنف يعني نسلك منه تعجل. شفت محمد الله احد حملت اسرار الدوله الموريتانيه الدوله المويه العزيزيه لاكثر من 7 سنوات وزير اول سفير في السوق الاوروبي امين عام رئاسه الجمهوريه شخصيه مولي متزنه ووازنه ومعتدله يحيى الحدمين وزير كان مع مولاي احمد اغلف وزير مولي سيادي ليك وحكما اللي نتكل عليه برنامج الانتخابي العزيز بيدي ونتكل عليه الطرق والمقاصينات والسماء والتراب وهذا ولاد خيام كبارات من منطقه موريتانيا الشرقيه اللي يجوا منها العلماء والسفهاء والكباش والصالحين سمعت والتجار فهم ومدها مضبوطه من الموريتاني الى صراعاتها غير مقبوله يعني هذه هون العودان مساويك من تقبلهم في البلد ما تقدر هم يتفرق ممكن تكسر واحد نظرك ان الصراعات جاد عليك تعني تعود خارقه انا قاعد لما الباقي يقولوا عني ضحيته اني خارجي واحد زر بيت عراقي عن الاخر انا بعد ما قاعد اتكلم اني قاعد زر عداوه الاخر يا غير ما فهم اللي زر طامع فيا انت عادة في الاخر ضده جيد ما هؤلاء قطط راعيهم كلهم نعرف في شيء صالح واذا عاد فيهم صراعات يا توفوا وهم الاثنين والمحام قاعد ماني عالم انا عنده صراع مع حد جيد عدي به قاع لا دابة وعافية ولا ينتكئ يعدل توه ولا عدي به قاع ما الشنعان وكنت عالم عن مولاي والمحمد عرف ويحيى والحدمين خلقت كونت الناس بينهم شي من التناتير الدرج جيد ما عاد ما صيوا بعد عنه هم يقدوا يسوون اقتراع فيهم الاثنين يقدوا يسووا مشاكل جيد. مشاكل السوق الاوروبي يقدروا لا يسووا يعني البنات اشخاص من الافضل ان يبقوا في مكان واحد هم فرصه اي هم جيد. هم عميد النظام لا ربع والله خمسه هم باختصار بلغني شخص انه بحوزتك ارشيف حصيله ما يزيد على 20 سنة من إصرار التلفزيون الموريتانية صحيح. كيف قمت بهذا وما الهدف منك؟ عندي قرابة 20 سنة 20 سنة من تسجيل النشرات الأساسية ثلاثة في الموريتانية تلفزيون الموريتانية هذه لقرابة 20 سنة عندي فيها الشيس هذه من زمن حمود الحادي رحمة الله عليه وراجل الأقلال الأخر مولي ألاف النشرات كان مدير تلفزيون ألاف النشرات لا تعود ألاف النشرات ما الهدف إذن من هذه النشرات؟ الهدف منها مقارنة التطور الإيديولوجي السياسي والأدائي والبنية التحتية في موريتانيا. شفت أنا يجيني الليلة نقدر ندير لك نشرة جوية مقدمتها الناهم السيدي فيها واحد يعيب للطايع وفي الأخير نعتوا لك وزير معاه وفيها واحد هذا هي مواكبة تطور ايديولوجي فيها حملة ولدات 92 جيد مواكبة تطور ايديولوجي جيد جيد هناك ذهبت زيادة هذه اللي انشدت اخباره تخصيص المواطنين من عدمه شنو رايك فيه وهل قدر لك الذهاب الى مثلا قدر لك انك تمشي برك انك تمشي انا ما حاصرني ما هو الدفر ما حاصرني عنه ما هو الدفر سمعت كانوا خارج الماكينه تم تطرح علي تقوم تصغي وانا قاعد لا تنبش تراها ويقطعني الماي انا جبارها ما مشيت ما حد هي الدوله دائما تقفل واحده من عينها على المواطن تغضي حياء ويغضى من مهابتها سمعت انا قطع عني من اود مساسي علاش وانا جبار ماكينه ما تعود امني الموثوق ما هم كل يصوم ما مصاب ويمشي قطع عني نمشي مالي ما نمشي هاي دولتي هذه قدرات جيد هذه هيبة جيد نعم نشرة ماتت بعيد عيد كلمة أخيرة تبغي توجهها للمشاهدين كلمة أخيرة مشاهدين مواطنين تو مواطنين بشكل عام مشاهدين قناة الوطن شفت لا نقولهم عن موريتانيا فاصلة في أولادها
وفاصلة أنت تتخرج فيها جيل يؤمن بالمرتنة، ولا نقول لهم عنها محاوتة من ياسر من الجهات، محاوتة حدوديا ومحاوتة في تكوينتها العرقية وتكوينتها الاجتماعية، وعنها مبارك انخلع فيها شمل الأمور الوقت اللي انفجرت تنفجر لا من نقر، ما هو شيء يطيح لك الحيط شيء لا يجيك من نقر، وعنها فاصلة في أولادها كاملين جيد، وفاصلة في اللحمة الوطنية وفاصلة في الانتباه جيد. موريتانيا فاصلة أولادها كاملين وفاصلة في الانتباه. بهذا ضيف الكريم نصل ختام هذه الحلقة من برنامج ضيف وقضية. باسمكم مشاهدينا الكرام أشكر ضيفي الكريم والدادي والمومة عميد ومؤسس الرياضة الميكانيكية في موريتانيا، أشكركم ضيفي الكريم على قبول الدعوة مرة أخرى. كما سيدي كما أنقل لكم تحيات المخرج سالم والخليل الذي رافقني على إخراج هذه الحلقة، وهذا هو الشيخ الحميد يحييكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم.